بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بجميع متتبعي قناة نزال التعليم نزال إيديكاسيون، مرحبا بكم وشكرا لتعاليقكم، شكرا لايكاتكم، شكرا للبارطاج ديال القناة ديالي مع الأصدقاء وأحباب ديالكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، بقوا معايا. نبدأ بسم الله. الفيديو اليوم ان شاء الله غيكون موجه لتلاميذ السنه الاولى من التعليم الابتدائي، كراسه الاساسي في النشاط العلمي. حصه اليوم غتكون ان شاء الله هي الحصه الثامنه، محور درس محور الحواس. عنوان الدرس ما موضع اعضاء حواسي، الهدف التعلمي. اعيد تركيب وجه الطفل، يعني كنعاود التركيب ديال وجه الطفل. التساؤل، ما هو التساؤل هنا؟ كيف أتعرف موضع أعضاء حواسي؟ أو كيف أعرف موضع أعضاء حواسي؟ أتعرف، أعرف. جوابين صحيحين. أنجز، أريد إعادة تركيب وجه طفل. الإنجاز اللي عندنا نشاط واحد هنا اللي هو إعادة تركيب وجه طفل. ما هما الأدوات اللي غنحتاجوهم؟ شنو هما الأدوات اللي غنحتاجوهم؟ غنحتاجو الكراسة، كراسة الأساسي في النشاط العلمي، غنحتاجو مقص، غنحتاجو قلم الرصاص، وغنحتاجو أقلام ملونة. إذا كراسة النشاط العلمي، ورقة، أيضا غنحتاجو ورقة، كراسة الأساسي في النشاط العلمي، مقص، قلم الرصاص، أقلام ملونة، وغنحتاجو الورقة فين غنرسمو أعضاء الوجه. المرحلة الثانية هي أتتبع المراحل التالية لتركيب وجه طفل كما في المثال. كما كتلاحظو عندنا هذا هو المثال، غنتبعوا واحد المراحل باش نقدروا نركبوا هذا الوجه، يعني هاد الاعضاء هادو نركبهم في الوجه ديال هاد الطفل هذا. ارسموا، المرحله الاولى ارسموا على ورقه اجزاء وجه الطفل والونوها بالالوان المناسبه كما في الشكل، يعني واحد الورقه بيضاء ارسموا اجزاء وجه الطفل ونلونها بالالوان المناسبه، يعني نرسمو العينين. طبيعة الحال نتوما رسمو احسن مني، نرسمو الاذنين. المهم انا رفضت رسمتهم. ورسموا الفم، بطبيعة الحال رسموا فم مبتسم. ونقوم بتلوين هذه الأعضاء. أنا المهم رسمت هنا بقلم أزرق وقمت بالتلوين ديال هذه الأعضاء. ناخذ المقص ونقطعهم، وغنحتاجو اللصاق، منساوش اللصاق. واخا ما مذكورينش بالادوات اللي طالبين لينا، لكن غنحتاجو اللصاق. اذا نقص اولا العينين، عفوا، اسمحوا لي مازال السيبور عندي شويه، مازال ما خديتش سيبور اخرى، باقي ما وصلتنيش، كنعتذر على هذا العطب.
المهم غنكمل القص ديال الاجزاء الوجه ونرجع معاكم، بقاو معايا. اثنين وكيكونوا هادو هما الاعضاء اللي رسمنا وقطعنا ديال الحواس. دابا نقوموا بالتلصيق ديالهم كما في المثال. المرحله الثالثه اثبتوا في الشكل الجوج هذا الشكل هذا كل جزء في المكان المناسب بلصاق لأحصل على وجه الطفل كاملا، يعني كل جزء غادي نلصقو في المكان المخصص ليه. إذا نبدأ بالعينين، العين الأخرى، أذنين، الأذن الأخرى، والفم. وهكا كما كتشوفوا تم انجاز النشاط. كنتمنى هذا بالنسبه لكم غيكون واحد النشاط زوين غادي تترفوا فيه على النفس على النفوس ديالكم، تقوموا به يعني بيديكم، رسموا العينين، رسموا الاذنين، رسموا الفم، وقوموا بالتلصيق ديالو بيديكم، التقطيع والتلصيق ديالو بيديكم. هذا النشاط كتبغيو كاع الوليدات كيبغيوه. الى هنا اصدقائي نكون قد وصلنا الى نهايه فيديو اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.